أعزائي التلاميذ نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات الدروس المتلفزة وموضوعنا في لهذه الحلقة هو الحرب العالمية الأولى 1914-1918 سوف نقف في هذه الحصة على الأسباب والنتائج أسباب التي أدت إلى اندلاع هذه الحرب والنتائج المتمخضة عنها ف إذا موضوعنا هو الحرب العالمية الأولى بطبيعة الحال سبق لنا في اللقاء السابق أن وقفنا عند الضغوط الاستعمارية على المغرب وأشرنا إلى أن المغرب تضاربت حوله مجموعة من المصالح، مصالح بعض الدول وكان بؤرة من البؤر التي سوف تؤدي إلى اندلاع هذه الحرب، إذا اندلعت الحرب ابتداء من ألف وانتهت في سنه 1918 بين الدول الاستعماريه الكبرى. هذه الحرب كانت في بدايتها حربا اوروبيه ثم اصبحت فيما بعد بدخول الولايات المتحده الامريكيه خاصه واليابان اصبحت حربا عالميه. وادت الى تغييرات كبرى في العالم بمعنى ان الخريطه السياسيه للعالم قبل الحرب ليست هي الخريطه السياسيه للعالم بعد هذه الحرب اذا السؤال او الاسئله التي ينبغي ان نطرحها في خصوص هذا الموضوع ما هي اسباب هذه الحرب وما هي اهم مراحلها ثم ما هي النتائج المترتبه عنها اذا ما هي نتائجها فاذا موضوعنا موضوع ينبني وفق الأساس السببي بمعنى أننا سوف نقف عند الأسباب الأسباب الغير المباشرة ثم الأسباب المباشرة ثم كذلك نقف عند أهم النتائج إذا الأنشطة التي سنخصصها لهذه الحلقة هي نشاط التعليم الأول نخصصه لتعرف أسباب وأهم مراحل الحرب العالمية الأولى اما النشاط التعلمي الثاني فهو استخلاص نتائج هذه الحرب، اذا هي اهم محاور التي سنحاول معالجتها خلال هذه الحصه. اولا نبدا بالنشاط التعلمي الاول بتعرف اسباب واهم مراحل الحرب العالميه الاولى. نبدا اولا بالاسباب الغير المباشره لهذه الحرب علما بان احداث التاريخ دائما تحركها مجموعه من العوامل او ما نسميه مجموعه من الاسباب وهذه العوامل وهذه الاسباب تنقسم بطبيعه الحال الى اسباب غير مباشره وهذه الاسباب الغير مباشره تكون تتحرك ولمده طويله تتفاعل فيما بينها وبعدها يكون سبب وما نسميه بالسبب الذي يحرك الاحداث او القطره التي تفيض الكاس. اذا فسوف نتعرف اولا عن الاسباب الخفيه، الاسباب التي كانت تتحرك وتتفاعل من قبل قبل اندلاع هذه الحرب، ثم نتحدث عن الاسباب المباشره اي السبب الذي كان السبب المباشر لهذه الحرب. اذا من الاسباب الغير المباشره والتي بدات منذ أواخر القرن التاسع عشر وفي العشر سنوات الأولى من هذا القرن من القرن العشرين بدأت مجموعة من النزاعات القومية والمنافسات وتضارب هذا من أهم الأسباب الغير المباشرة والتي كما قلت كانت تتفاعل منذ مدة طويلة ففي أوروبا كانت هناك مجموعة من الكيانات السياسية من الإمبراطورية الكبرى التي كانت تنبني على أسس قومية وتعددية كبيرة في هذه القوميات فبطبيعة الحال بدأت الصراعات بين هذه القوميات فالقومية السلافية مثلا تابعة للنمسا والمجر كانت تريد الاستقلال في نفس الوقت كانت روسيا او الامبراطوريه الروسيه تدافع عن السلاف في او عن ما يسمى التي كانت تقيم في ما يسمى بشبه جزيره البلقان كانت روسيا تدافع عن سلاف في البلقان وترغب في الوصول الى البحار الدافئه بحكم موقعها الجغرافي فكانت محصوره في ما يسمى بالبحار المتجمده وكانت دائما ترغب في الوصول الى البحر الاسود وكذلك الى البحر الابيض المتوسط. ايضا المانيا، المانيا كانت في اواخر القرن التاسع عشر وبدايه القرن العشرين قد حققت ثوره اقتصادية صناعية كبيرة وبدأت متأخرة تبحث عن المستعمرات وكذلك تبحث عن أسواق لترويج الحصول على المواد الأولية لصناعتها التي كانت كما قلت تعرف ازدهارا كبيرا كانت إنجلترا تتضايق من هذه القوة العسكرية والاقتصادية المتصاعدة لألمانيا وبالتالي كانت علاقات جد متوترة بين هاتين الدولتين فرنسا كانت قد فقدت في سنة 1870 في ما يسمى بالحرب الفرنسية البروسية فقدت مقاطعتين كبيرتين الألزاس واللورين وفي نفس الوقت كانت قد دخلت في صراع لاحتلال المغرب مع ألمانيا زيارة غليوم الألماني إلى طنجة فكل ذلك كان يؤشر على وجود منافسة استعمارية بين ألمانيا وبين فرنسا كذلك إيطاليا تريد الحصول على أراضي من نمسا ومراقبة البحر الأدرياتيكي فهذه مجموعة من الصراعات التي كانت تعرفها أوروبا والتي كانت تشكل منطلقا لاندلاع حرب عالميه اولى. فضلا عن وجود كذلك صربيا حليفه روسيا التي كانت تريد ضم سلاف الجنوب في دوله واحده لان كنا متشتتين بين مجموعه من الدول او مجموعه من الواقع الخريطه السياسيه وواقع الصراع الذي كان في اوروبا قبيل اندلاع الحرب العالميه الاولى وقلت بان هذه الصراعات وهذه النزاعات ستكون سببا من الاسباب التي تفاعلت لتعطينا حربا ضروس. فهناك كذلك سبب ثاني من الاسباب الغير المباشره وهو السباق نحو التسلح. فالسباق نحو التسلح يمكن ان نرصده من خلال المبيان الذي هو امامكم فلاحظوا من خلاله النفقات العسكريه مقارنه بين سنه 1905 وسنه 14 اي قبيل اندلاع هذه الحرب العالميه الاولى اذا 1905 تلاحظون بان النفقات العسكريه في كل الدول المشاركه في الحرب في فرنسا في روسيا في المانيا في انجلترا في النمسا والمجر تلاحظون بانها كانت يعني نفقات بسيطه جدا او نفقات معقوله ولكن في سنه 1914 اي ليله اندلاع الحرب العالميه الاولى تلاحظون بانها تضاعفت مرات عديده وخاصه بالنسبه لالمانيا فهذا كله يؤشر على وجود نيه ل دخول في آ... وتمثل ذلك كذلك في اختراعات آ... العتاد العسكري الجديد ولابد هنا ان نشير الى بعض هذا العتاد اولا آ... دخول الدبابات التي اخترعت انجلترا لاول مره في الحرب وهذا من شانه ان يغير موازين القوى بين هذه الدول ومن شانه كذلك ان يضاعف الخسائر وخاصة في العنصر البشري. كذلك تلاحظون دخول طائرات التي ستغير ايضا موازين القوى بين هذه الدول دول المشاركه في الحرب بالاضافه الى قاذفات الغازات السامه والتي كانت ايضا من الاسباب ادت الى ارتفاع الخسائر والعدد المعطوبين في هذه الحرب. اذا هذا سبب ثاني من اسباب الحرب العالميه الاولى. كذلك هناك سبب اخر وهو انقسام اوروبا الى حلفين. حلفين متنافسين. اولا ما يسمى بالوفاق الثلاثي والوفاق الثلاثي كان يضم كل من روسيا كما تلاحظون من خلال هذه الخططه. روسيا ثم بريطانيا وفرنسا. كانت هذه الدول متحالفة قبيل اندلاع هذه الحرب وفي خلال الأيام الأولى من أو الشهور الأولى من اندلاعها ثم ظهر تحالف مضاد وهو التحالف الثلاثي الذي ضم كل من ألمانيا وأيضا النمسا وهنغاريا وكذلك إيطاليا إذا انقسام أوروبا بصيغة أخرى الى قسمين متنازعين متصارعين كلاهما يهيئ للدخول في هذه الحرب. من جهه الحلف او الوفاق الثلاثي ومن جهه اخرى التحالف الثلاثي. اذا يمكن ان نستخلص من هذا النشاط الفرعي الاول الذي خصناه للاسباب لاسباب اندلاع الحرب العالميه الاولى ما يلي اولا تمثلت الاسباب غير المباشره للحرب العالميه الاولى في ما يلي، اولا اشتداد المنافسه حول الاسواق التجاريه ومصادر المواد الاوليه، وهذا النموذج ينطبق اساسا على المانيا التي كانت ترغب كما قلت في الوصول الى اسواق وكذلك للحصول على المواد الاوليه لصناعتها المتطوره. نزاعات نزاعات عفوا حدوديه وخاصه بين فرنسا والمانيا مسألة الألزاس واللورين تزايد الروح القومية وهذا ما قلناه بالنسبة لأوروبا الشرقية وخاصة المناطق السلافية وأيضا السباق نحو التسلح وقلنا بأن النفقات العسكرية قبيل اندلاع هذه الحرب فضلا عن انقسام أوروبا إلى حلفين متصارعين وهما الوفاق الثلاثي وتحالف الثلاثي إذا. هذا باختصار ما يمكن أن نقوله عن الأسباب الغير المباشرة نتطرق الآن للأسباب المباشرة لهذه الحرب تمثلت هذه الأسباب المباشرة أو كما قلت قبل قليل القطرة التي أفضت الكأس وزيارة قام بها ولي عهد النمسا فرانسوا فيرديناند لسرايفو عاصمة صربيا عاصمة عفوا البوسنة ففي هذه الزيارة من طرف أحد طلبة المنضمين لإحدى الجمعيات أو المنظمات المناهضة للنمسا وهو برانسيبي تعرض إلى عملية اغتيال كما يوضح أو توضح ذلك أو يوضح الرسم فاغتيال ولي عهد النمسا بطبيعة الحال سوف يثير غضب النمسا وستقدم يعني كل ما يمكن من استفزازات أو ستقوم باستفزازات ل لصربيا على اعتبار أنها ارتكبت جرما كبيرا وبالتالي سوف تستغل هذه الفرصة لتشن عليها الحرب وبالتالي سيدخل العالم مرحلة جديدة من تاريخه ومنعطفا جديدا ايضا من هذا التاريخ وهو الحرب العالميه الاولى الحرب العالميه الاولى مرت من مجموعه من المراحل يمكن ان نختزلها في خط الزمن او الخط الزمني الذي هو امامكم بدا بدات هذه الحرب باغتيال ولي عهد النمسا كما قلت في سنة 1914 وبالضبط في سنة في يوم 28 من شهر يونيو من هذه السنة وباغتياله سوف تبدأ هذه الحرب بكيفية صريحة شنت النمسا حرب على صربيا وهي بطبيعة الحال كما قلت حليفة روسيا ألمانيا بدورها تعلن الحرب على روسيا وعلى فرنسا وانجلترا تعلن الحرب على المانيا وبالتالي فهذا يدل على اننا دخلنا فعلا مرحله الحرب العالميه الاولى اذا انجلترا بدورها تدخل هذه الحرب وهكذا تلاحظون اننا دخلنا مرحله الحرب العالميه الاولى التي مرت من مرحلتين ومحطتين كبيرتين المرحله الاولى حرب الخنادق انتصرت فيها المانيا ثم المرحله الثانيه التي دخلت فيها الولايات المتحدة وانتهت بانتصار الحلفاء وإجبار المنهزمين على توقيع معاهدة أو مجموعة من المعاهدات التي انتقصت من سيادة هذه الدول المنهزمة وحدث هذا في يوم 11 نوفمبر من سنة 1918 إذا خلاصة هذا النشاط تمثلت الأسباب المباشرة للحرب العالمية الأولى في اغتيال ولي عهد النمسا وبالتالي مرت من مرحلتين المرحله الاولى 1914 1917 والمرحله الثانيه 1917 1918 وانتهت بانتصار دول الوفاق بالنسبه للخسائر عرفت هذه او ترتبت عن هذه الحرب مجموعه من الخسائر خسائر 8 ملايين قتيل و 20 مليون من المعطوبين وهذا يدل على ان العدد فعلا كان عددا مهولا بالنسبه للخسائر الماديه او الاقتصاديه والاقتصاديه تمثلت في تدمير البنيات الاقتصاديه من معامل وطرق وموانئ وغيرها وكذلك في تقلص عدد اليد العامله وتعويضها بالعنصر النسوي بالنسبه للنتائج السياسيه تمثلت في عقد مؤتمر فيرساي كما تلاحظون من خلال هذه الصوره وهذا المؤتمر فرض مجموعه من العقوبات والغرامات نذكر منها غرامات ماليه كتعويض عن الحرب اقتطاع اراضي المانيا لصالح المجاوره ثم التخلي عن المستعمرات لصالح الدول المنتصره بطبيعه الحال تخفيض عدد الجنود والغاء الخدمه العسكريه وتجريد منطقة الراين من السلاح وضع منطقة السار تحت إشراف عصبة الأمم ثم فصل هنغاريا عن المجار هنغاريا عفوا عن النمسا واقتطاع ترابي لصالح تشيكوسلوفاكيا، إيطاليا، يوغوسلافيا، بولونيا ورومانيا واليونان بمعنى تغيير جذري للخريطة، خريطة أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى وبالتالي ظهور مجموعة من كيانات جديدة دول جديده فنلندا استونيا ليتوانيا ليتونيا بولونيا وتشيكوسلوفاكيا ثم النمسا هنغاريا ويوغوسلافيا هذه دول لم تقبل انقاض الامبراطوريات التي تم تفكيكها اذا من نتائج هذه الحرب النتائج السياسيه وتاسيس عصبه الامم هذه العصبه التي ظهرت في او انشئت في يناير في جنيف سنة 1920 وهي سميت بعصمة عصبة الأمم عفوا لتدعم السلم العالمي وقد انبطقت عن مبادئ الرئيس الأمريكي الذي زمن هذه الحرب الرئيس الأمريكي ويلسون بالنسبة لخلاصة هذا النشاط التعلمي الثاني الخسائر البشرية والاقتصادية قلنا تسببت هذه الحرب في خسائر بشرية مهولة نتيجة ارتفاع عدد القتلى والمعطوبين خسائر اقتصادية وانتشار الفقر بالاضافه الى المجاعات وظهور قوات جديده على انقاض هذه الحرب وهي قوه الولايات المتحده الامريكيه وقوه اليابان. اما بالنسبه للنتائج السياسيه فتجلت في تفكك الانظمه او الامبراطوريات عفوا القديمه الامبراطوريه العثمانيه والامبراطوريه الروسيه والامبراطوريه النمساويه والالمانيه وبالتالي عقد مؤتمر فرسايز فرض على الدول المنهزمة مجموعة من العقوبات وهذه العقوبات التي ستكون سببا في اندلاع الحرب العالمية الثانية إذا خلاصة عامة كبدت الحرب العالمية الأولى دول أوروبا خسائر بشرية ومادية انعكست أثارها على الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها جعلتها تفقد هيبتها على العالم لصالح قوات جديدة وهي القوات الامريكيه واليابانيه. اعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، اتمنى ان تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقه، واتمنى ان التقي بكم في حلقه مواليه، شكرا على حسن انتباهكم والى اللقاء.